سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في هذه النشرة المخصصة للحملات الانتخابية للانتخابات البلدية والإقليمية التي ستشهدها البلاد في 11 من مارس الجاري. هذا وانطلقت صباح اليوم رسميا في كافة التراب الوطني فعاليات الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات من قبل الكتل المشاركة. ونبدأ في منطقة علي صبيح، فقد انطلقت اليوم الحملة الانتخابية للانتخابات الإقليمية من قبل المرشح المستقل الشاب محمد حسن الذي تهدف حملته لعقد لقاءات جماهيرية. نتابع. وكاستي هويدي أقل كان جلي سيء كم مرقاتك عيسى أورن كي يقرمون كمشان يدخسيا إن عبدو الله يرى عبدو أنا كنا حس بجي إم دي جي ليس كي ماذا حبنا أنا إم دي جي وح حوج صارنا دبتا مشة تلا إن حوج صارنا عبدو الله يرى أنا كوهر إن كارتيه قال يرى هدي قلي ده أباتوارك و ودبا حدي أدق لقلي سيدا ولا أركي سيم بق واحد دباتا مشة يلي شعب کی جوگه نگاه ورمن وحی دسقی ما رکتی کارکاس مشیالی وحیان اما کنی ها دنو حی جونا مشی جدید که هید لغو تلاجلی آباتوار که آباتوار کن بیجیگی جو حب حسی دولد مذاحونا هسی گرهان و بحی وحکوب حی بیجی یلا 40 میلیون گاری وحی هید اینا آباتوار که حافظها کود حیاله لگا صور را او حال کن لکهانو هاوشاس وحي أوتا لهيد كونسير ريجونالك شقدو دو وحي هيد بس إني كمان إني صود بلاسيان أباتواركا أي هل كان كينان مانتو أو نوغو بلام هيد أنا كو حنكو هريني إن أن بلشديد أن وادignو بلشديد دبتا أي كسوغان تهي أم بدباتا دايست إن أن أوغانان كو تلقلي وحن ربنا إن دح دحادين دبا أن هلو أنا كو كبلابينا بريفكتير كقبلك على سبيح iyo minister de l'interieur kana ko u maragtay baq u dirnayna ee waxaan doonayna conseil regional ku waa meesha aanu tartameen weeyaan waa meesha aan maragtay imika tartanka aan ku jirno in rag aan tartan aan ku jirno in ay conseil regional ka dhexdiisa ay ku qabsan karaan meeting anaka conseil regional ku noo dhaxeeya shicib weyn u dhaxeeya dawladdana maragtay ka masuula. ونبقى في منطقة علي صبيح حيث انطلقت صباح اليوم 26 فعاليات الحملة الانتخابية للحملات الانتخابية البلدية والإقليمية لمرشحي الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في منطقة علي صبيح. نتابع. maanta waxaan ni hor jooga waa musharaxiintii UMP ee ni soo xushay ay ka qayb galaan doorashooyinkan dhici doona bisha 3/11 ayaa ni hor jooga waa dadkiini wadadada wada garanaysiin rabnaa walaalayaal inaan ni sheegno in maanta annagu wixii aan qabanayno way noo qoriyeen wixii conseil regional ku soo qabtay iyo xisbiga UMP ee soo qabtay waa arkaysiin heeladan qaban doono waxay taabanayaan dhinacyo badan دنا عبلش هذا دنا ان استاجر سجل سوسيال كا ان دقالها ملك استوى تابنا يعني شقة أبورك
walaalayaal waxaan leenahay xisbiga UNP sida awalba u aaminayseen u aamina nagu talagala annaguna waan igu talagalayna منطقتي علي صبيحي الى منطقتي الداخل حيث توجه مرشح كتلة الاتحاد من اجل الاغلبية الرئاسية على رأس القائمة السيد ماهد حسين احمد ونائبه هو السيد ابراهيم قورو عبد الله برفقة وفد رفيع المستوى الى مقر المجلس الاقليمي لعقد اجتماع لاطلاق الحملة الانتخابية نتابع تو مرکز قواره سوم بازدین سید قروح دلی آدمو گصاب بحدن مشرحین تا UMP آدمو گصاب بحدن آدمات آدمو گصرد ویسین آدی آد ایام مرکز نی هم بلی نیا هم بلی الله وح قواره یا آن هم بلی نیا قدومیه هم مرکز مامون قبلت که عبدالرحمن یونس آره ایام هم بلی نیا وح مرکز جعلیهای ولارکی جوین شان ایو تماس نداد، ایو نوسو شقیه، وحو ناقب تنه ولا ول آرکیا، نکست تنه مارکیا، گرب ایوها، مرکز این آن مهندق، قبی ات دوسر که عدی سعیم که دوتی بیم مداری انشالله. وحن آنوس عنا وحویان، آلا دارش ده یا آنوس عنا، گردی دو نمرکز بشه ساس عت کوی تو بکیگه، وحن داره نا سیاست دم به حوینه، ادو گرب جوکتین. أي أظن إن إنبات ركتي عد كينا سهرت إن إنبات كاس النجوم مجسنا يا ضارنا إن شاء الله. وأخيرا إلى منطقة التجارة على غرار جبهة العاصمة والمناطق الداخلية الأخرى انطلقت فعاليات الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية والإقليمية اليوم السبت في محافظة التجارة وذلك بظروف جيدة وملائمة. هذا وافتتح رئيس قائمة الاتحاد من أجل الأقلبية الرئاسية في محافظة تجارة السيد عمر حسين افتتح الحملة الانتخابية في اليوم الأول من هذه الحملة بعقد اجتماع تشاوري مع المنتخبين المحليين المنحدرين من منطقة تجارة. وفيما يتعلق بسير هذه الحملات الانتخابية تم خلال الاجتماع التطرق حول عدة نقاط مهمة وذلك بمشاركة مكثفة من المنتخبين المحليين المكونين من 18 عضوا وتعد منطقة التجارة من المناطق المكتظة بالسكان على مستوى الجمهورية وارتفع عدد الناقبين في التجارة إلى 18400 بينما بلغ عدد المراكز الاقتراع 56 و10 مكاتب في هذه المحافظة. وفي غضون افتتاح الحملة الانتخابية لقائمة الاتحاد من أجل أقليمية رئاسية في تجارة برئاسة السيد عمر حسين أطلق برنامج واسع النطاق والذي سيتم تنفيذه انطلاقا من هذا الاجتماع. وفي نهاية الاجتماع سلد السيد حسن محمد إسماعيل الضوء حول على النقاط الرئيسية التي تم التطرق عليها خلال هذا الاجتماع وقال إنه تم استحداث عدة وسائل لتحقيق الهدف من هذه الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية والإقليمية التي ستشهدها بلادنا في 11 من مارس المقبل وذلك في كافة التراب الوطنية. Anggugu Eurobinu, Gesi Eurobinu, taban kita fra karsi itu gua digerenu, unna kaduna barite kadu gerenu, kulikeri limra kaduna kahru baka, rakakaya kaduna fritah tan unu lava kaduna kah gerenu, maggi maggi edusi sama undane tadi asgal leni bi.
إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية المخصصة للحملات الانتخابية للانتخابات البلدية والإقليمية التي ستجري في 11 من مارس الجاري. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.